رجعوا معايا مره اخرى كاملين بيسير. السلام عليكم، كتسمعوني مزيان؟ السلام عليكم. كي دايرين بخير؟ اليوم غادي نهضروا على واحد السوجي اللي مختلف شويه على لي سوجي الاخرين اللي هضروا عليهم الناس. غادي نهضروا على شنو كنديروا حنايا باش كنبيعوا اون لين اون جينيرال. خصنا نتسنى السلايدز يطلعوا. شحال من واحد هنايا كيدير الاي كوميرس؟ شحال من واحد كيدير سي او دي؟ اللي كيدير سي او دي يهز سبعو كاش اون ديليفري. وشحال من واحد كيدير دروب شيبين على برا؟ اورايت اوكي. شحال من واحد الناس اللي كيديروا دروب شيبين ولا حتى الناس اللي كيديروا سي او دي، شحال من واحد ديجا سكيلا الفوق من 6 فيجرز في ستور ديالو؟ اللي فوق من 6 فيجرز قلال بزاف. بالنسبه للناس اللي كيديروا الاي كوميرس ومازال ما قدروش يسكيليو، غتبقاو معنا حتى الاخر. غادي تكون واحد السربرايز زوينه من عندي انا ومن عندي يوسف خالدي. دونك ستيك اراوند. سو تسنى السربرايز ديالكم في الاخر. انا سميتي ياسر. الناس اللي كيعرفوني من السوفتوير اللي ديجا خدمت قبل، كاين فاست موكا، فيس سنايبر، اوبتين ميت، سكيليفاي. ولكن القليل اللي كيعرف انه حتى انا دوزت واحد الوقيته في الدروب شيبين. كنا كنديروا دروب شيبين في الاوروب، وهاد الجورني ديال الدروب شيبين انطلقت في 2007 من بعد ليفينمون ديال بلال ضيفي، وبقينا خدامين دروب شيبين حتى البدايه ديال 2019. وتقريبا بحال اي واحد كيدير دروب شيبين، في الاول كتلقانا كنقلبوا على البروداكت، كنبقاو كنتيستيو، واحد الوقيته كنلقاو واحد البروداكت مزيان وكنبداو كنسكيليو. ملي كتبدا كتسكيلي البروداكت ديالك كيبدا الريفينيو كيطلع، صافي كلشي مزيان، انت فرحان كتسكيلي كتدخل الصرف. حتى واحد الوقيته دابا لا كورب ديال الريفينيو كتكون كتشبه بحال هكا. واحد الوقيته كتوصل لهذيك لاكورف، واحد النهار كيجي شي واحد كيبدا كيشوف كاش كدير، كيشوف لك السطور ديالك. واحد شويه كيجي واحد اخر، واحد الوقيته كتلقى شي 100 واحد كيبيع نفس البروداكت. بحال واحد الى عقلتو، واحد الوقيته داك العام فيسبوك ولا كامل عمر بالبروداكت البيض. ها هذا البروداكت كيسلق البيض، هذا البروداكت كيقشر البيض، هذا البروداكت فيما دخلتي فيسبوك كيطلع لك شي بروداكت ديال البيض مسلوق. anyway كتغيب على داك البروداكت، تمشي تشوف شي بروداكت اخر، وبيان سور كيخاصك تحبس الادز كيف الريفينيو كينزل. كتزيد تقلب ادز سباين تولز، كتشوف لي ستور، كتشوف الفيسبوك اشنو اللي كيتمشى. دونك كتمشي كتزيد تقلب، كيبدا عاوتاني واحد النهار كتلقى البروداكت كتعاود سكيلي. ملي كتعاود سكيلي كلشي غادي مزيان. واحد النهار كتفيق الصباح كتصيفط للسبلاير، كتلقى الاوردرز ديال داك السيمانه باقي ما تشيبوش. كتصيفط للسبلاير ميساج كتقول ليه فين هما الاوردرز ديال ديك السيمانه. بعد شويه كيجاوبك كيقول لك راه كاين عند المانيفاكتشر راه قرب يصايبهم، وكيزيد لك في الاخر واحد دونت ووري. نهار يقول لك السبلاير دونت ووري، هادي كيفاش خاصك تخاف. سو كتحبس الادز، كينزل الريفوني عاوتاني، كتزيد عاوتاني واحد شويه كتقلب على برودكت اخرين حيت ما عندكش هذاك البرودكت في ستوك ما تقدرش تبيعه باش ما تطيحش مشكل مع باي بال مع سترايب. كتبدا عاوتاني كتقلب، كتلقى برودكت اخر كتعاود سكيل. شكون اللي عرفت غادي ترى هذه المره؟
بيبال سترايب شي واحد اخر فيسبوك كيسديك الكونت عندك الباج ديالك البيج سكور ديالك نزل حيت الناس ماشي ساتيسفايد بالبروداكت يا اما البروداكت كيتعطل يا اما البروداكت كيجي وكيكون عيان دونك ساتيسفايد كاستمرز قلع بزاف كتحبس الادز وكتعاود تقلب عاوتاني على بروداكت اخر هادي هي الحياه ديال الدروب شيبر هكا دايره بحال هكا ولكن الدروب شيبين علمنا بزاف د الحوايج غير هو ملي كتجي تشوف من نهار بديتي الخدمه في الدروب شيبين حتى لذاك النهار فاش حتى اليوم مثلا دوزتي عام عامين ثلاث سنين وانت كدير الدروب شيبين كتجي للاخر كتلقى الغوفيل ديالك كيفاش داير بحال هذا الشكل هكا بحال نهار بديتي بحال نهار ساليتي ما بنيتي لا بيزنس ما عندك لا ريكورين ريفينيو ما عندك لا براند ما عندكش واحد الاسيت اللي غادي تبقى تدخل لك الفلوس خاصك تبقى ديما عبد عند فيسبوك وعند الشركات الكبار دونك نهار كتحبس الادز فيسبوك كتحبس لك الريفينيو اذا ما بنيتيش واحد الحاجه لراسك اللي ترجع عليها كما كنقول ولكن تعلمنا من دروب شيبين انه كاين بزاف ديال لي فاريابل اللي كيتحكموا في النجاح ديال الكامبين ديالك داك لي فاريابل كاين بحال التارغيتين الاوبتمايزيشن كاين بزاف ديال لي فاريابل كيتحكموا في النجاح ديال الكامبين ديالك ولكن كاينه فاريابل وحده اللي الا قديتيها مزيان هي اللي غادي يا اما تقدر يا اما تسكيلي مزيان يا اما ما غادي تخسر فلوس وهذيك الفاريابل كلشي غادي يتفق معايا الناس ديال الايكوميرس هي البروداكت سمحوا لنا على داك لابوليس تبدلات في البيس الاخر مي البروداكت الا درتي البروداكت مزيان غادي تبيع مزيان شي بروداكت غلط زعما ماشي وينين بروداكت كي كنقولوا ما غاديش تربح حنا حاولنا نلقاو حل هذا المشكل ديال البروداكت دونك من 2018 مشكل عاوتاني ديال الفونت في 2018 كنا كنبيعوا تقريبا 50 بروداكت ديفيرون من 50 بروداكت في 2018 ل 2019 في 2019 ولينا كنبيعوا 1 بروداكت بروداكت واحد اللي كنبيعوا في 2019 وهو اللي باقي كنبيعوا اليوم وغادي نوريه لكم في الاخر وهذا البروداكت هذا عنده بزاف ديال المزايا دونك هذا البروداكت هذا عندنا فيه فيري لو كومبيتيشن يعني عندنا جوج ولا ثلاثه ديال الكومبيتيتورز اللي كنعرفوهم مزيان سو نو كومبيتيشن ما كاينش مشكل مع الفيسبوك بوليسي ما كاينش مشكل مع سترايب مع باي بال اذا كيفاش كتجيبوا هذا البروداكت اللي كيجيب واحد الفاليو للماركت كيحل شي مشكل عندك ساتيسفايد كاستمرز يعني الكاستمرز كيبقاو كيرجعوا عندنا كل شهر وماشي غير كيرجعوا عندنا كل شهر كيخلصونا كل شهر اوتوماتيكمون يعني بلا ما نحتاجوا عاوتاني نديروا لهم ادفرتايزين ريتارغيتين ونعاودوا نجيبوهم وفوق هادشي كامل بهذا البروداكت هذا كيبقى عندنا ريفينيو كامل يعني ما كنعاودوش نقسموا مع شي سبلاير ولا سو فوق هادشي كامل كاين واحد الفرق كبير في الغوفوني الغوفوني اللي كان في الدروب شيبين داير بحال هكا ولا داير بحال هكا سو شنو هذا البروداكت وكيفاش كنقدروا نجيبوا بروداكت بحال هكا اللي ما فيهمش كومبيتيشن وعندهم ساتيسفايد كاستمرز ما فيهمش مشاكل وتقدر تبقى خدام عليهم عام كامل بلا ما تبقى خدامه في بروداكت ريسيرش الاول سو بحال هاد البروداكت هادو خاصكم نتوما تقدوهم دونك حنايا كنقادو البروداكت ديالنا اذا حنايا هما السبلايرز ديال راسنا عاش تفرجوا في بريكين باد ولا لا ذا بلو ستاف يو نو ذا بلو ستاف وي هاف اور بلو ستاف سو كيفاش كنقادو البروداكت ديالنا ملي كتقاد البروداكت ديالك ما كتكونش عندك كومبيتيشن الناس اللي بغاو يديروا الكومبيتيشن ديالك خصهم يقادو البروداكت ديالهم ما عندهمش لاكسي البروداكت ديالك نتايا وبلي بغاو يقادو البروداكت ديالهم خصهم ينفيستيو واحد الوقت واحد البروداكت ريسيرش وينفيستيو فلوس والتيم وهذا اذا حتى شي واحد ما كيزعم يدخل معاك في الماركت علاش وهذا الشيء كيشكل واحد الانتري بارير كنسميوها الانتري بارير هذا الانتري بارير هي شحال صعيب انك تدخل في هذاك الماركت في الدروب شيبين اي واحد يقدر يبيع هذاك البروداكت اللي كتبيع نتايا هذاك البروداكت محطوط في السوق اي واحد يهزو يقاد يستور هو ولا معك في الكومبيتيشن ولكن اللي كريتي البروداكت ديالك انت صعيب يدخل معك في شي واحد في الكومبيتيشن alright so البروداكت ديالنا كنديفلوبيوه بالكود it's a virtual product ماشي physical product يعني low competition shipping times
صغير بزاف 1 سكند في شيبين تايم. سو سوفتوير از ا سيرفيس هو واحد البيزنس موديل اللي غادي يولي بوبولير في انترنت. الشركات الكبار كاملين ولاو كيمشيو للسوفتوير از ا سيرفيس، يعني الماركت كامل كيتبدل. دونك اشنو هو السوفتوير از ا سيرفيس؟ السوفتوير از ا سيرفيس ولا اون ابريفياسيون ساس هو واحد البيزنس موديل اللي كتخلي الكاستمر ياكسيدي للسوفتوير ديالك بلا ما يتيليشارجيه عنده. دونك كاين بليزيوغ افونتاج، ما كيحتاجش يتيليشارجيه عنده لاكسي بواحد الثمن اللي صغير. نسيبوزون مثلا هنايا في هاد الالوستراسيون نديرو السيرفر ديال شوبيفاي. دونك اليوزر عنده لاكسي لشوبيفاي بواحد الثمن ديال 29 دولار في الشهر، بلاص ما ينستالي واحد يجيب واحد الهوستين ويجيب واحد الديفلوبر يقاد ليه انستالي ليه وو كوميرس وانستالي بلاجنز اللي بغا. داكشي شوبيفاي كتسهل هادشي كاملو ب 29 دولار. وفوق هادشي ما كيحتاجش يتيليشارجي حتى شي حاجه. So nothing to install, no maintenance needed. يعني إذا بغاو شوبيفاي بغاو يديروا واحد الابديت ما كيقولوش لليوزر تيليشارجي الابديت عندك في 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 الديسكتوب ديالك. كيديروا هما الابديت بلا ما تحس. واحد النهار كتفيق كتلقى شوبيفاي تبدل، داروا الابديت ما كاينش مشكل. و الافوردبل برايس، يعني بلا ما يخلص واحد البخي اللي عالي بزاف كيقدر يدخل ليه بهذاك الثمن الرخيص. So the market is changing. نشوفوا شي دي زيكزامبل ديال الساس برودكتس اللي معروفين بزاف. سو الاولاني شوبيفاي هضرنا عليه دابا. الثاني كاملين كتعرفوه هو مايكروسوفت اوفيس. الوورد مثلا راه ولا دابا اوفيس 365. قبل كلشي كاملين كنا كنتيليشارجيو مايكروسوفت اوفيس في البيسي ديالنا، دابا ما بقاش تحتاج تيليشارجيه، تقدر تاكسيدي ليه بساس في السيت ديال مايكروسوفت. انذر اكزامبل هو فوتوشوب ادوبي كرييتيف سي اس كرييتيف سويت كانت سميتها قبل، ولا دابا سميتها كرييتيف كلاود. علاش؟ لانك وليتي كتقدر تاكسيدي للسوفتوير ديالك بواحد الثمن اللي صغير. بحال دابا تقدر تخلص واحد الثمن صغير باش تخدم شوبي بفوتوشوب عفوا في شهر مثلا. سموها كرييتيف كلاود ديال ادوبي. نتفليكس حتى هو ساس سوفتوير از ا سيرفيس. سبوتيفاي حتى هو، ميل تشيمب، سلاك الا كنتو اغلبيه كيخدموا بسلاك، دروب بوكس. دونك هادو كاملين امثله ديال الشركات اللي كاين شركات في هادو اللي من نهار تزادو هما ساس، وكاين شركات اللي دازو من الموديل ديال اون بريميس اللي هو الموديل العكس ديال ساس اون بريميس ولاو ساس. وادوبتاو دي يوزرز جداد اللي ما كانوش كيقدروا يخلصوا قبل هادوك السوفتوير ديالهم. سو ذا ريفينيو جروث، دونك كل شهر كتزيد الكاستمرز، كل شهر كيتزاد الريفينيو ديالك. سي فري كاين شي كاستمرز كيتشورنيو، كنقولوا كيتشورنيو يعني كيمشيو في حالهم، ولكن الريت ديال هذوك الناس اللي كيتشورنيو قل بزاف من الريت اللي ديال الناس اللي كيجيو. اذا كاين واحد الكروث في كل شهر، يعني ما كاينش هذاك المشكل ديال الريفينيو كيبقى كينزل كل مره. يعني في الاخر نقدروا كاع نحبسوا الادز في فيسبوك، نحبسوا الادز في جوجل، كيبقى الريفينيو دايز غادي. سو هاو دو اي جيت ستارتد؟ دابا اغلبيه فيكم كيقول دابا انا ماشي ديفلوبر، كيفاش غادي ندير هادشي؟ قبل ما تقولوا هاد الهضره هادي، راه كاين لو ديفلوبمون ماشي هو اهم حاجه في ساس. اهم حاجه هو الحاجات الاخرى اللي نهضروا عليهم من بعد. مي ديفلوبمون اون فوا عندكم الفكره وابروفيتو الفكره وفاليديتوها، راه كاين فريلانسر وابورك تقدروا تهايروا فيهم لو ديفلوبر بالزربه. سو هاو تو فايند ا جود برودكت ايديا؟ كلشي كيبدا من الفكره. شحال من واحد كنتلاقى كيقول لي راه عندي فكره بغيت ندير. وكنتلقى هذا العام الجاي عاوتاني كنعاود نتلاقاه، كنلقاه باقي عنده ديك الفكره وباقي ما دار والو. غنشوفوا دابا كيفاش نلقاو الفكره، كيفاش نفاليديوها، وكيفاش نلونسيوها. الفكره تقدر تبدا من الحاجات اللي كتعرف انت لاندستري ديالك. اذا كنتي كدير الاي كوميرس غتكون عارف المشاكل اللي كاين في الاي كوميرس. اذا كنتي كدير ما عرفتش كونتابيليتي غتكون كتعرف المشاكل اللي في الكونتابيليتي. الكونسيبت هو كتلقى هذا المشكل وكتلقى له واحد الحل، وكاين خاصك تفاليدي داك الحل مع البوتنشال كاستمرز. سو بروبليم از ان يور اندستري، سوفتوير ذات كان بي امبروفد. سو سوفتوير اللي كتخدم به انت ديجا وكيبان لك فيه مشاكل اللي تقدروا يتحسنوا، تقدر تكون انت هذه فكره مزيانه، خصوصا الا ما كانتش كومبيتيشن بزاف. سوفتوير ذات از اوفر برايسد، يعني سوفتوير اللي عنده البخي اللي طالع بزاف وكيبان لك انه تقدر انت ديفلوبي شي حاجه بحال هكذاك ولكن دير لها واحد البرايسين اللي احسن. دونك تقدر تكون كومبيتيتيف في البرايسين ديالك، خصوصا ملي كتلقى شي واحد ما عندوش
كومبيتيشن كتلقاه هو السبع في الماركت كيدير شنو ما بغى، دونك تقدر تدخل معاه وتهرسو بالبرايس ديالك. شوف ريبيتيتيف تاسكس في شي بيزنس وتقدر اوتوماتيزيهم. سو ملي كتجيب الفكره كي خاصك تقاد سكون ابل ذا يونيك فاليو بروبوزيشن اولا ذا يونيك سيلينغ بروبوزيشن يو اس بي. يونيك سيلينغ بروبوزيشن هي واحد الجمله ولا واحد الباراغراف صغير كيقول كيشرح اشنو المزايا ديال البروداكت ديالك غادي يكونوا بارابور للكومبيتيسيون، الحاجه اللي كاينه ديجا في الماركت. دونك عندك هنايا وات الكاستمر شنو كيحتاجوا، عندك الكومبيتيشن انت خاصك تكون بين الكاستمر شنو كيحتاجوا والسوليوشن ديالك اللي ما كاينش عند الكومبيتيشن. دونك خاصك تكون انت مختلف على الكومبيتيشن ديالك بشي حاجه. من بعد غنشوفوا شي اكزامبلز ديال يونيك سيلين بروبوزيشن. سو عندك تويتر، يونيك سيلين بروبوزيشن ديالهم هي سي واتس هابينين ان ذا وورلد رايت ناو. بالنسبه للميل تشيمب سند بيتر ايميلز، بالنسبه لزابير كونكت يور ابس اند اوتوميت يور ورك فلوز. سو هادو دي زيكزامبل ديال اليو اس بيز، يونيك سيلين بروبوزيشن. سو دابا ملي عندك الفكره كتمشي كتفاليديها، كيفاش غدير؟ غادي خصك تشوف البوتنشال كاستمرز، دونك تهضر معاهم، صيفط لهم ايميل ولا تعيط لهم، خاصك تشوف بوتنشال كاستمرز تسولهم واش هذيك الفكره كتحل لهم هذاك المشكل ديالهم، واش فريمون عندهم هذاك المشكل وبغاو يحلوه، واش يقدروا يخلصوا اناف باش ياخذوا من عندك هذاك لا سوليوشن اللي كتبروبوزي. اون فوا فاليديتي الايديا صافي يور جود تو جو، تقدر تبدا ديفلوبمون. ملي كتبغي تبدا ديفلوبمون كتقاد سكون ابل الام في بي، ذا مينيموم فاليبل برودكت. ذا مينيموم فاليبل برودكت هو واحد البرودوي اللي فيه لا سوليوشن ديالك بواحد الطريقه اللي مينيموم. لافونتاج هو هذاك المينيموم فاليبل برودكت في ديفلوبمون ديالو ما خصوش ياخذ لك بزاف ديال الوقت، خصو ياخذ لك واحد الوقت اللي وجيز وتخرجوا للسوق في اقرب وقت. دونك الام في بي هذا واحد الكونسيبت اللي معروف بزاف في ديفلوبمون، هو داك البرودكت الاولاني قبل في لا فيرسون ديالو الاولانيه قبل ما يتيمبروفا ما والو، فيه غير هذيك الفكره ديالك. هنا نشوف واحد الالوستراسيون كتشرح مزيان شنو هو الام في بي. سو هنايا كيبان لك واحد الديفلوبمون ديال واحد الطوموبيل، هذه الطريقه هذه هي اللي خاطئه. شحال من واحد في لي ديفلوبور ومنهم انا نيت كنت كندير هذا الغلط هذا، كنجيب شي فكره وكيخصني نقاد لها جميع الفيتشرز، فيما طاحت عليها شي فكره ديال شي فيتشر جديده كنبغي نزيدها وانا باقي ما خرجتش البروداكت للماركت. دونك هنايا هذا الغلط. كيفاش تقدر تقاد الطوموبيل بالمينيموم فيبل برودكت؟ المينيموم فيبل برودكت ديال الطوموبيل هو الطوموبيل كديك من بوان ان لبوان بي، دونك كتقاد واحد البروداكت اللي صغير وكيحل هذاك المشكل ولكن بلا ما يكون سوفيستيكي بحال الطوموبيل، دونك بحال هكذا. سو كتقاد واحد الموان ترونسبور فيه رويضه وحده، شويه كدوز الفيلو، شويه كدوز الموتور، عاد كدوز الطوموبيل. في جميع المراحل الكاستمرز كيقدروا يخدموا بالبروداكت ويعطوك الفيدباك. ملي كيعطوك هذاك الفيدباك عاد كتبدا تيمبروفي بهذاك الفيدباك، انت عاد كتبدا تعرف الماركت شنو كيحتاج، هذاك الكاستمر شنو بغى. سو الفيدباك لوب رينس اند ريبيت. ملي كيبداو الكاستمرز كيخدموا بالبروداكت ديالك كيبداو كيجيك الفيدباك. كيبدا كيقول لك الحاجات اللي ناقصين عندك اللي ما لقاوش، الحاجات اللي كيحتاجوهم وما كاينينش عندك، الحاجات اللي عند الكومبيتيتورز ديالك وبغاوهم يكونوا عندك حتى انت، بحال هكا. دونك كيبقاو كيعطيوك الفيدباك، خاصك تصنت ليهم وتشوف هذوك الفيتشرز فيتشر ريكويست اللي كيديروا وتحاول تكونسيديريهم مع التيم ديالك وتشوف واش تقدروا تامبليمونتيهم في الابديت الجايه. سو امبليمنت تيست اند ريليز نيو فيتشرز. بالنسبه للبرايسين ديال البرودكت، كيفاش غادي ديروا البرايسين؟ بالنسبه للتجربه ديالي انا كاين بزاف ديال لي موديل ديال البرايسين، كاين بير يوسج برايسين، كاين بزاف ديال الموديل ديال البرايسين، ولكن بالنسبه للاكسبيريونس ديالي انا كنت ديما عندي كنحير بين نختار بين جوج ديال لي موديل ديال البرايسين، كاين فريميوم وكاين الفريميوم وكاين الفري ترايل. يعني كاين فريميوم اللي كيبدا بواحد البلان اللي فري بحال دابا سلاك، كتدخل تقدر تدخل ليه غراتويتمون وتخدم به شحال ما بغيتي، ولكن انت كتحتاج شي فيتشر اللي ما عندكش في هذاك الفري بلان عاد كتابغريد، هذا كيتسمى الفريميوم. الفري ترايل هو اليوزر كيدخل البيمنت ميثود ديالو من الاول ولكن ما كيخلصش من الاول، كيخلص حتى كيدوز واحد الوقيته ديال 7 ايام ولا 30 يوم. انا بالتجربه ديالي كنفضل الفري ترايل حيت الفريميوم
الا بقيتي كتسنى انه اليوزر يحتاج هذيك الفيتشر كيكون عندك واحد الطول ديال الكونفيرسيون اللي صغير بزاف بارابور للفري ترايل. سو كنصح ديروا فري ترايل ديريكتومون وعطي واحد الترايل اللي جينيروس اللي يقدر اليوزر يحتاج يجرب فيها البروداكت ديالك. سو بروموتين يور ساس. البروموسيون ديال ساس كاي بروداكت ديال دروب شيبين ولا ديال اي كوميرس تقدر تبروموتي في فيسبوك سوشيال ميديا، تقدر تبروموتي في تويتر، تقدر دير بارتنرشيبس بقاش خدمت انا تقدر دير بارتنرشيبس، تقدر تبروموتي في جوجل. المشكل في ساس ماشي هو تجيب اليوزرز. تجيب اليوزرز كتجيبهم بواحد الثمن اللي مزيان وكونسيستنتلي، ما كاينش المشكل بحال في دروب شيبين مثلا، لانه في دروب شيبين كاين الكومبيتيشن بزاف. سو كتجيب تقدر مثلا تجيب اليوزرز ب $5 كل يوزر. اللي تشالنجين في الساس هو انه هذوك الناس خصهم يبقاو معاك، وخصهم يخلصوا كل شهر. يعني كاين دي ميتريكس خاصك تبدا كترد لهم البال. سو نو يور نمبرز. كوست كاستمر اكويزيشن كوست. الكاستمر اكويزيشن كوست هو شحال كتخلص باش كتجيب الكاستمر كيدخل عندك. تيرن ريت. تيرن ريت كاين جوج ديال التيرن ريت، ريفينيو والكاستمر تيرن ريت. التيرن ريت هو شحال ديال الناس كانوا معاك هذا الشهر وما بقاوش عندك الشهر اللي تابعوا. هذاك هو تيرن ريت. تيرن ريت بشحال ما كان اقل بشحال ما كيكون احسن. ال LTV هو اللايف تايم فاليو. ال LTV في الساس كيكون طالع بزاف بارابور للاي كوميرس. علاش؟ لانه اليوزرز اللي معاك في الساس كيبقاو كيخلصوا اوتوماتيكمون كل شهر. مثلا جبتي عندك واحد البروداكت كيخلصوا فيه الناس مثلا $30 في الشهر او $20 في الشهر. سوبوزون جبتيه في فيسبوك ب $20 مثلا، كتبيع نتايا كيخلصوك الناس $20 في الشهر. الا كنتي جبتي اليوزر ب $20 في الشهر غادي تقول لي راه يو بروك ايفن، يعني جبتي التعادل. ولكن لا، في الساس اللايف تايم فاليو كيكون ديما اكبر. علاش؟ لانه الناس كيبقاو عندك في واحد لا موين، واحد على حسب البروداكت ديالك انت، مي ريتنشن ريت كيكون واحد لا موين ديال 3 شهور 4 شهور. يعني هذاك اللي خلص $20 راه اون موين غادي يخلص عندك واحد $80. دونك جبتي ب $20 ودخلتي $80 اوفر واحد 6 مانت مثلا، وانت كتجيب الناس ب $20 وكتدخل $80 راه مزيان. وبيان سور خاصك تعرف المونتلي ريكورين ريفينيو والانوال ريكورين ريفينيو ديال البيزنس ديالك. ملي كتبغي تقاد ساس ما كيكونش غير ديفلوبمون، كاين دي بول مهمين بزاف اللي هما الماركتينغ و سيبورت. ماركتينغ و سيبورت. سو تقدر تبدا بوحدك، ولكن ملي بدا كيدخل ريفينيو الا قدرتي تافورد يكون عندك تيم، من الاحسن تهايري الناس as soon as possible. سو البروداكت اللي كنا اللي كنبيعوا هذا العام هو سكيليفاي، غتكونوا شفتوه على برا. سكيليفاي كنا بدينا بواحد اليونيك سيلين بروبوزيشن ديال اوتوماتيكلي سكيل يور ادز. سو سكيل يور فيسبوك ادز اوتوماتيكلي. هذا الشيء في العام اللي فات، يعني في 2018 كنا ديفلوبينا هذه الفيرجن وتلقات واحد النجاح. المهم شويه جاو ريفيوز زوينين، جاونا كاستمرز خدموا معنا ناس مزيان. كانت كتبان بحال هكذا الفيرسيون الاولانيه. تحيه للسي خالد من هذا المنبر. سو هذه الفيرسيون الاولى ديال سكيليفاي. كما قلنا كيبدا كيجيك الفيدباك ملي كدير واحد داك المينيموم فايبل برودكت ديالك، كيبدا كيجي الفيدباك وكيخصك تكونسيدير هذاك الفيدباك وتيمبلمنتي نيو فيتشرز وتابديتي بواحد كيتسمى ايتيراتيف ايتيريشنز. يعني كتبقى كل مره كدير واحد ليتيراسيون اللي كدير فيها ابديتس وكتريليزيهم. ملي جاونا الفيتشر ريكويست بزاف والفيدباك بزاف، بدينا كنمبروفيو البرودكت ديالنا. واحد الوقيته ولينا عاودنا حاولنا نعاودو فروم سكراتش وخدمنا البروداكت من الاول عاوتاني. وهذه المره بغينا ولا الموتو ديالنا هو لونش اوبتمايز اند سكيل. يعني لونسي الادز ايزلي في فيسبوك، لونسي اوبتمايز الادز ديالك ايزلي بلا ما تبقى تحمق راسك في فيسبوك. وسكيلين اللي كانت هي الفوكس ديالنا في الاول ولات هي الثالثه دابا. سو هذه الفيرسون جديده ديال سكيليفاي. سو لونش اوبتمايز سكيل
كتخليك تلونسي الادز من الاول، كتلونسي البروسبكتين ريتارجتين ريتنشن اند سكيلين كامبينز، كتخليك تقاد الاد فاريشنز من فروم سكراتش. دونك كتحط ليها شحال بغيتي ديال التصاور، شحال بغيتي ديال الاد كرياتيفز ديال لي فيديو مختلفين، وهذا هي كتشاف لي هذوك وكتقاد لك الاد بوست ديالك اوتوماتيكمون. دونك بحال هنايا كتقدر سبليت تيستي لي باج الاد كرياتيفز، تزيد التصاور اللي بغيتي، كتسبليت تيستي الكول تو اكشنز ديسكريبشنز ايتترا، كتسبليت تيستي حتى الاد سيت سيتينغز. دونك تقدر تدخل مالتيبل انتريست في كل فاريشن، بلا تبقى دوبليكي الاد سيت كل مره وتبقى كتموديفي دوبليكي موديفي، كتبقى كلشي دقه واحده. Countries. So age range. هنا يعطيني placement. دونك تقدر split test بين feed وبين stories مثلاً. مهم. ممكن devices etc. قال ad set settings تقدر split testهم facilement. ومن بعد كتلانس. دونك بغيتي تخدم بالcampaign budget optimization لا بغيتي تنامي الad sets بواحد النامين مختلف. بالنسبة للأودينسز كنكريوهم أوتوماتيكمون، دونك الكاستم أودينسز اللي كياخذوا بزاف ديال السوايع باش تقدم، كنقدم أوتوماتيكمون من الترافيك من الفيديو على حساب. دونك هادشي كامل هاد الفيتشرز اللي كتشوفوا دابا جاو من دي ريكويست ديال اليوزرز، هما اللي بغاو عجبتهم الأبليكاسيون ما كرهوش يشوفوا فيها فيتشرز أخرين. مثلا هاد الكاستم أودينس بيلدر، هنا كتقول مثلا بغيت الناس اللي شافوا هاد البرودكت هذا، فيزيتوا هاد البرودكت بثلاثة وشافوا هاد الفيديو مثلا وما داروش بيرتشيس، نعاود نتارغيتيهم فهاد شحال 70 يوم الاخرانيه هكذا. تقدر تقاد لوكالايك اودينسز مالتيبل كونتريز ايتترا. سو ولينا كنكونيكتيو مع جوجل اناليتيكس باش نتراكيو البيرفورمانس ديال الادز، كنكونيكتيو مع مالتيبل بلاتفورمز ما بقيناش غير في شوبيفاي، وكنكالكوليو نت بروفيت بالكاست اوف جود سولد، يعني كتقدر تدخل كل برودكت بشحال كتشري نتايا، وحنا كنقول لك شحال ربحتي فيه بارابور شحال سبانديتي في فيسبوك ادز، وتقدر تسيبي الورك ديالك في التمبليت باش ما تبقاش تعاود الخدمه. المهم كاين فيتشرز اخرين ما قدرناش نحطو كلشي هنايا، دخلوا لهاد اللينك هذا الا بغيتو تستافدوا من واحد البرومو اللي غادي نديرو في الاخر. سو اللي تانسكريبت تما كاين نعطيو واحد الفايف اكونت، فايف فري اكونت، لايف تايم فري اكونت ديال سكاليفاي لخمسة ديال الناس من الناس اللي تانسكريفا، والناس اللي ما تانسكريفاش حتى هما غادي اللي ما ربحوش حتى هما غادي ياخذوا ديسكاونت معنا. اوكي سو سربرايز اللي قلت لكم في الاول، اول مره غادي نهضروا على هذا البروجيكت. هذا البروجيكت هذا خدمنا فيه من اللي تلاقينا ملي تلاقينا في نوفمبر في عرب افيليت ساميت العام اللي فات هنايا نيت، انا ويوسف خالدي، لقينا انه الناس بزاف عندهم مشكل باش يبداو في الاي كوميرس. سو خدمنا على واحد البروجي باش نحلوا هذا المشكل هذا، ومن نوفمبر اللي فات وحنا خدامين فيه، واليوم غادي نوريكم البروميير زعما اكسكلوزيف لايك سكرين شوتس. سو ذيس بروجيكت از فور يو If you are having hard time getting started on e-commerce, if you are having low or average order values, يعني ما كاينش عندك واحد السيستم ديال ابسيل اللي خدام مزيان، الا عندك مشكل مع البيمنت جيت ويز، الا ما كنتيش كتقدر تافورد، يعني كيجيك شوبيفاي غالي الا كنتي يلا بغيتي تبدا وما عندكش باش تبدا في فلوس. So if you cannot afford Shopify, you cannot afford ClickFunnels, and you cannot set up high converting funnels easily, هذا البروجي هذا راه عليك انت. سو هذا البروجي هذا راه واحد الفول بلون اي كوميرس بلاتفورم، يعني ماشي شي ابليكاسيون ديال شوبيفاي، ماشي ابليكاسيون كليك فانلز، ماشي هيرشي كورس، ماشي هذه واحد الاي كوميرس بلاتفورم اللي ديفلوبينا فروم ذا جراوند اب، يعني في ازيرو. هذا الاي كوميرس بلاتفورم سريعه بزاف، لايتنين فاست، غادي نشرح لكم علاش. easy to use و affordable. So البلاتفورم سميتها لايت فانلز. شكرا. So لايت فانلز
is lightning fast. علاش؟ ملي كيدخلوا اليوزرز للستور ديالك كتكون خلصتي عليهم واحد 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 الثمن في فيسبوك. الا كنتي كتخلص على دوك اليوزرز وكيجيو كيدخل الباج ديالك وكديك لاباج كتعطل، بشحال ما تعطلت هذيك لاباج بشحال ما هذوك اليوزرز غادي كيتو قبل ما تشارج لاباج. يعني لا فيتاس في الراندرين ديال لاباج خصها تكون سريعه بزاف، بشحال ما كان سريعه بشحال ما كيطلع عليك الكونفرجنز ديالك. سو لايتنين فاست في البنش ماركين. كليك فانلز عنده في ريسبونس تايم ديال 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 لاباج في الفرونت اند عنده اون افريج 590 ملي سكوند، يعني تقريبا نص ملي سكوند. ما كنهضروش على لي زيماج لي فيديو وكذا، كنهضروا على كتصيفط الروكيت للسيرفر وكيرجع لك لاباج، يعني لاباج اتش تي ام ال. شوبيفاي عنده 322 ملي سكوند في الافريج ريسبونس ريت. كليك فانلز 54 ملي سكوند. غادي نوريكم شويه البروجي. سو لايت فانلز از ريلي ايزي تو يوز. الداشبورد سو عندنا الى لاحظتوا الداشبورد كيشبه شويه لشوبيفاي، درناها بالعانيه باش الناس اللي مولفين شوبيفاي ما يحتاجوش يعاودوا يتعلموا شي حاجه من الاول. سو عندك الاوردرز، عندك البرودكتس، عندك الديسكاونتس، الكاستمرز، الاناليتكس، سيتينغز، فيهم الشيبين، فيهم بيمنت جيت ويز وداكشي كامل. لي زيد عندنا المهم زيد عندنا بزاف الحاجات منهم الفانلز. دونك الا بغيتي تكري واحد الفانل كتدخل لهنايا كدير كتدخل الفانل بيلدر. سو الفانل بيلدر كتكليكي باش تزيد واحد لاباج. دونك غنزيد واحد لاباج ديال البرودكت. اش كيبان لكم؟ سو البرودكت في الفانل بيلدر يعني برودكت بيج كتبان بحال هكذا. الفانل بيلدر كيبين لك ديك الجورني ديال الكاستمر ملي كيجي عندك السيت اشنو هما لي باج من اش غيدوز. تشيك اوت بيج، اب سيل بيج، داون سيل، ثانك يو بيج. سو ملي كتزيد اون باج تقدر تدخل الدراج اند دروب بيج بيلدر. دونك هادشي هذا اللي كنوريكم هذا راه هادشي راه خدام، يعني ماشي غير سكرين شوتس. هو كنا مزاحمين في الوقت ما قدرناش نونغيستخو سكرين كاست كامل. سو هذا البيج بيلدر دراج اند دروب بيج بيلدر، فيه سيكشنز، فيه لي تيم، فيه داكشي بري بيلت باش ما تحتاجش تقاد شي حاجه من راسك، وتقدر تقاد شي حاجه من راسك الا بغيتي. سو ملي كتزيد البرودكت بيج تقدر تزيد الابسيل. سو ابسيل بيج من ورا الابسيل تقدر تزيد داون سيل بيج. دونك الناس اللي ما بغاش هذيك الابسيل تقدر دير لهم داون سيل، يا اما اكسبتو اوفر ولا ديكلاينيوها او لا اكسبتوها من الابسيل ويدوزو للثانك يو بيج. دونك هذا ان نوت شيل الفانل بيلدر. ملي كنت كنهضر على انا وخالدي على ود البرايسين، فين هو خالدي بدا؟ يوسف. خالدي قرفتو انتوا اليومين. كثير مبسوط انه شويه هيك طلعت اللايت فانلز. صار لنا سنه صعبه خدامين على البروجكت هذا. الحافز الاولاني كان انه شفت كثير من الدراري بدهم يدخلوا ما في معهم فلوس، يبدو كان في مشاكل من ناحيه بادجيت وكل هاي الامور. فغير المشاكل الثانيه وخصوصا انه كمان الناس شوي ادفانسد دائما في مشاكل. يوسف فيكو شو في عندك ابسيلز ابس وكل هاي الامور. الصراحه كثير مشكله هذا بالشوبيفاي، واللي بروح بسوي كليك فونلز اللي بيعرف كليك فونلز بيعرف قديش كليك فونلز هي بلاتفورم بتضايق نفسيا، بتحس الواحد حاله تعقد جوا. يعني بعرف شو اللي بمر عليهم هناك، بس اكيد ايام صعبه بالاوفيس ما بعرف. ف هاو افوردبل لايت فونلز از It's starting بسعر كتير ممتاز للبيجنرز اللي هو for free. إن شاء الله راح نكون أول بلاتفورم يمكن تسوت، ما أظنش في بلاتفورم تانية فيها free plan، يعني راح تكون لحد أوردر معين. طبعا راح تكون برضو أوردر، يعني مش إنه نيجي نقول لك يلا سوي 5 أوردرز بعدين ندفع. نو، راح تكون إنه تدعم البيجنرز، لأنه هذا هو الغرض الأولاني كان براسنا، لانه كل السيرفيس الثانيه اصلا كثير بدها مصاري خصوصا الكليك فونلز. فان شاء الله ان شاء الله سون راح نخلص، بعرفش امتى سون، بس شغالين على قدم وساق زي ما بيحكوها.
وان شاء الله يا ربي بشوف عرفنا برك السنه الجايه نكون قاعدين كلنا بنستعملها. و لاي فانلز ووهو و اي ثينك وي دون. شكرا. دير لاباس.